السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ بون جينا بثلاث مواضيع، ثلاث مواضيع هادو ما راح نحكوا على بون على المنتخب الوطني، لان بزاف سقساوني اللي راح نلعبوا ضد بوركينا فاسو، يعني تاع تصفيه كاس العالم، ف كيما نقولوا نورمالمون لعبوها في بوركينا فاسو، بصح راهم داروها في مراكش في المغرب. نعطي الراي تاعي في الراي الشخصي على كل حال في الموضوع هذايا. كاين ثاني ماتش لو 29، دوك مازال ندخل تاع ليكيب ناسيونال المحلي في نهايه هذا الشهر، راهي نشرتها واسمها الفاف. وتانيك نهضروا على لينغارد اللي راهو حاب يعاود يولي، سقسيتوني عليه بزاف البارح في التعليقات، قال لك باللي لينغارد وقيلا راح يعاود يولي لويست هام، ونحكوا الموضوع هذا اسكي سعد سعيد بالرحمه ولا لا، ونحكوا على اندي ديلور اللي راكو تسقسوني بزاف عليه على ويست هام. بون تانيك كاينه ناس بعثوها لي البارح، بون البارح كنا لاتين مع لي ماتش، راكو على بالكم بالرحمه رياض محرز ما حبيش نهضر، قلت ندير اليوم الصباح كنت مشغول، فهذا وين كيما نقولوا الانسان خدا وقت باش يقدر يدير الفيديو هذايا. كاين ناس وكاين ويست هام، وندخلوا في الموضوع تاع ويست هام تاع اندي ديلور. قبل ما ندخلوا في الموضوع تاع ويست هام تاع اندي ديلور، خاوتي كاين كيما نقولوا اللاعب اندي ديلور قال لهم انا راني كابيتان وما رانيش حاب نروح من النادي هذايا. هذه لا تعتبر يعني تصريحات دبلوماسيه، كان دوك نقول لكم وين الفرق بين التصريحات الدبلوماسيه وتصريحات مؤقته. تاع اندي ديلور نعتبرها انا مؤقته، تقدر ما تقدرش تعرف واش راح يصرى، يقدر تمتم يبدل رايو ويروح ويقدر ما يروحش. يعني راكو تشوفوا ميسي ديجا الاخرانيه التصريحات تاعو وبرسا وكذا، وفي لافان راح رونالدو راح، يعني التصريحات لا تعني شيء. ونزيد نعطي لك دليل، المؤتمر الصحفي تاع بيب غوارديولا قبل ما يلعبوا الماتش تاع توتنهام، قبل المؤتمر الصحفي تاع قبل، روح في اخر المؤتمر الصحفي شوف واش يهضر على خيسوس، رغم انه خيسوس رسميا في قائمه كيما نقولوا المصرح بهم اللي باش يروحوا. سقساو على خيسوس واش قال لهم، قال لهم لاعب مهم جدا عندنا ولاعب وكذا ويشكر فيه وكذا وكذا وكذا، هذا لا يعني شيء. يعني كاين تصريحات دبلوماسيه، واش راح يقول لهم راهو رايح وكذا، هذا واش حبينا نفرقوا. تاع ديلور صرح هذه، قال ما رانيش راح حايب نروح، وما تفهموهاش يا اخي، دارها في الانستغرام، ولكن هذا لا يعني ان الانديه ما تهتمش او انه ممكن يغير رايه، العلم عند الله، هذا يرجع ليه. سقسيتوني جبت لكم الاخبار، ندخلوا في الموضوع تاعنا. بون اولا الموضوع تاعنا، اولا قال لك المنتخب الوطني للاعبين المحليين يواجه وديا نظيره البوراندي يوم السبت 28 اوت، نهار السبت 28 اوت عندنا ماتش مع واسمو السبت 28 اوت، ما داروش التوقيت المنتخب المحلي، ما داروش توقيت وما داروش الملعب، مازال بعد ما يقولوا لنا عندنا ماتش تاع بوركينا فاسو واسمو تصفيات كاس العالم الثلاثاء 7 سبتمبر الشهر الجاي، الساعة 8 بتوقيت الجزائر، الملعب الكبير مراكش في المغرب. وعندنا ماتش تانيك موراها نهار الخميس لو 2 سبتمبر، الاولاني لو 2 سبتمبر بعد نروحوا لمراكش، نلعبوا ضد جيبوتي في الجزائر، ملعب الشهيد مصطفى شاكر على 8 بتوقيت الجزائر. نولوا تاع المغرب هذه قبل ما ندخلوا في الموضوع تاعنا تاع اندي ديلور. خوتي راكم تشوفوا في الخريطه اللي هنا، وين راهي بوركينا فاسو وين راهي المغرب يا اخي. حنا ديجا جمال بلماضي قال لك نسافروا بزاف، يعني تقريبا لي ماتش اللي لعبناهم الاخرانيين كاع سفاريات بعيده، حنا نروحوا يعني تقريبا حنا نروحوا نعاودوا نولوا نزيدوا نروحوا نعاودوا نولوا. فهنايا المغرب راهي قدامنا، اس كاين مؤامره ولا ما كاينش مؤامره، هل علم عند الله. ولكن من ناحيه السفر ما فيهاش تعب، كي تروح تلعب في المغرب وسطاد بلا كيما نقولوا بلا مشجعين، مليحه لينا، انا نشوف فيها مليحه لينا تساعدنا. وتاني كي تقول لي انه الحكام اللي يديروا، لو كان نروحوا لبوركينا فاسو ولا نروحوا المغرب الحكام هما اللي حبي بريزيك يبريزيك حتى دخل الجزائر، هذه باش نتفاهموا عليها. انا من وجهه نظري من هذه الناحيه، نواحي واحد اخرى العلم عند الله، واش راهو يدور في الخفاء العلم عند الله يا خوتي. هذا ما كان. بون كملنا نجو لوسمو لينغارد قبل ما ندخلوا في اندي ديلور. لينغارد يا خوتي سقسيتوني البارح وزدت سمعت وزدت، راكم تشوفوا هذه الصفحه هذه نتبعها بزاف تاع المشجعين، وهذا تابع كما نقولوا الرسميه مشجعين تاع ويست هام،
راك تشوفوا لينغارد ريتورنينغ تو ويست هام، يعني حتى شفت الفيديو كامل يتسائلوا، حتى الجماهير رايحه بتجيب، رايحه بالينغارد يعاود يولي. وهذا قال لهم باللي لينغارد انا شكيت يعاود يولي، لانه ما راحش يقبل بالدكه في مانشستر يونايتد ويجي يلعب معنا خير. وبدا يشكر تانيك سعيد بن رحمه، والبارح مور الماتش تانيك راح للمناصرين يسقسي فيهم، قال له واحد قال له على بن رحمه، قال له وي، قال له بن رحمه كان بدا وشكروا فيه، بن رحمه كان حتى ولاو يشبهوه بلينغارد، قال له كانه لينغارد فوق الملعب. بن رحمه بن رحمه ولينغارد لينغارد، يحبوا لينغارد، نحبوا لينغارد. وهذه شكون؟ لان مويس يحب لينغارد، هو اللي جاب لينغارد وحطوا بلاص سعيد بن رحمه، ونحى سعيد بن رحمه من البوست تاعو، هو اللي حطوا بديل ولا كذا. كاين اللي يقول لك نو بن رحمه ما تالقش ومن بعد جابوا لينغارد. يا خوتي بن رحمه باش بدا يلعب المباراه ثلاث شهور وهو في الدكه، ملي جا واحد شحال من الماتش، خمسه ست لي ماتش ما لعبهمش كاع، ما لعبش واحد الربعه ولا خمسه الاولانيين، وبعد ولا يدخلوا كبديل واحد الشهرين ولا ثلاثه. بس سعيد بن رحمه كيقرب الميركاتو الشتوي، كيقرب الميركاتو الشتوي، سعيد بن رحمه لعب ماتش زوج ثلاثه اوفيسيال، جابوا لينغارد، سعيد بن رحمه لعبهم معاه ماتش ومن بعد نحاه. مويس كان ما يحب سعيد بن رحمه، وقدوم لينغارد راح يسبب مشكل ثاني لسعيد بن رحمه، نتمنى انا ما يجيش. سعيد بن رحمه كاين اللي يقول لك باللي تالق هذا العام خير من العام اللي فات، العام اللي فات وما عطالوش مويس الفرصه، العام اللي فات كان ملعب في بلاصه لينغارد، افهموها يا خاوتي، كان منحي سعيد بن رحمه راميه وجاب لينغارد وحطه في بلاصه سعيد بن رحمه، وسعيد بن رحمه كي دخلوا يا اخي شفتوا كي كان يتيري كان يزعف عليه باش يلقى له سبه باش يخرجوا، وكان يخرجوا يتيري موراها يخرجوا، فهمتوا؟ يعني سعيد بن رحمه العام اللي فات لو كان خلاه مويس وما جابش لينغارد واعتمد عليه، كان سعيد بن رحمه لو كان مشبعنا اهداف العام اللي فات، ما كان زعما نوض تما ونساجم وكذا. راني قلت لكم صاحبه هذاك اللي كان معاه في نفس الفريق وراح الاستون فيلا، مارك العام اللي فات واحد 13 ل 14 بيت، واش من الانسجام؟ سعيد بن رحمه ما ينسجمش وهذاك ينسى، ماشي خاوتي ان شاء الله ما يجيش لينغارد، هذا واش نقول لكم. بون ندخلوا في اندي ديلور، الاولانيه نبداو هذه اللي بعثوها لي البارح على نيس، على كل حال تحكي بعتوها لي من اسبانيا. واش تقول لك؟ خلينا من لطيفه هذه الترجمه، وهي نيس فهم سموها لطيفه تموت كي ترجمتها مت بالضع. قال لك نيس تريد اندي ديلور للهجوم، قال لك نيس تريد تريد في تقدمهم، ويبدو انهم وجدوا مرشحا جديدا، وبحسب ما اوردته ارامسي سبورت الفرنسيه، ابدى النادي الفرنسي اهتماما باندي ديلور الذي سجل الموسم الماضي 19 هدفا لمونبولي، ونيس يريد الى الاستفاده في الفرص الاخيره قبل نهايه السوق الصيفيه، ويتوقع لاغلاق توقيع الثامن. الهدف الحالي للنادي الفرنسي هو تعزيز هجومهم الذي يحظى بحظوظ اغلبيه من اللاعبين المحليين، وفقا لما اوردته ار ام سي سبورت. طلب كريستوف جالتير، هذا الكريستوف تاع المدرب تاع نيس، مدرب نيس، صراحه أن الكيان يعني هو من النادي يمكنهم إنهاء التعاقد مع الفرنسي الجزائري أندي ديلور الذي لديه حاليا عقد، حتى يعني المدرب تاع النادي على حساب ارامسي باللي مدرب تاع النادي تاع نيس قال لهم باللي قادرين نجيبوا أندي ديلور، يعني صح هذا وش حبيت نقول. والعلم عند الله، اش قالها ارامسي راه تقول باللي المدرب قال، والعلم عند الله. بون نجو لويست هام، باش ندخلوا في الموضوع تاع ويست هام نعاودوا نرجعوا شويه للور، كيما راكم تشوفوا هذه ديزيز فوتبول، هذه خرجت كيما راكم تشوفوا التاريخ تاعها في جونفي 2021، يعني في جونفي في الميركاتو اللي فات. واش تقول لك؟ ويست هام يونايتد يناقش روابط يعني زوج لاعبين من اندي ديلور و جيتان، هذايا لابوردا هذايا صاحب اندي ديلور. واش يحكي لك في تشكيل الاولى اللي حاليا ديفيد مويس لديه خيار واحد متاح خارج الملعب، وهو ميشيل انطونيو البالغ من العمر 30 عاما، يعني عنده غير انطونيو حتى الان، حتى الان هذا الموسم كان المهاجم الانجليزي القرار القادر ايضا على اندي ياموليكو على الرغم من وجود من بعد. يقول لك ناقش ويست هام واي بودكاست، هذه ناقش خلال الحلقه العديدين من طاطا، ويحكي لك تانيك على اندي ديلور كيما راكم تشوفوا فيها تحت لهنايا اندي ديلور. بون
نجودو كهذا الموضوع قديم يعني ويست هام على حساب كانت الاشاعات عليه راهي عاودت ولات الاشاعات من جو هذه ويست هام زون هذه واش تقول لك تقول لك يريد ويست هام التعاقد مع المهاجم مونبولي اندي ديلورد ويراقب شوف واش يقول لك وفقا لي هذه هي اكس هذه هي واحد الموقع دوك نوصل ليه ونوريكم واحد الموقع هو اللي نشر الخبر موقع الكتروني ماشي صحيفه ولا نشرت الخبر هذايا ورم يقولوا كاع باللي جبنا الخبر من عند هادوما ويراقب ويست هام مهاجم مونبولي اندي ديلور اللاعب البالغ من العمر 29 عاما يقف على رادار هامرز منذ فترة شوف مويس راه حايب يجيب اتاك وحتى المشجعين انا راني نتبع فيهم قبل ما بدات تخرج هذه الاشاعات قالوا لهم خصنا اتاكو باش كيما نقولوا واش يقول لك رادار هامرز منذ فتره يعني هاي منذ فتره اللي جبتها لكم اللي قلت لكم خرجت في جونفي وهو زميل سعيد بن رحمه في المنتخب الجزائري يقول لك هامرز يعتقد هامرز ان المطلع من الداخل على الى اندي ديلور ترجمه راهي معوجه السابق يمكن ان يساعد في احضار يعني برنتفورد السابق لاعب برنتفورد السابق يمكن ان يساعد في احضار اندي ديلور الى استاد لندن والتاكد من استقراره في العاصمه دون اي عناء يعني يعاونو كيجي تما يوري له وكذا وكذا اندي ديلور لاعب هايليك باترون هذه كي تعبز على باترون تخرج في هذه الصفحه يا خوتي راكم تشوفوا فيها لهنايا هذه شغل صفحه شغل تاع فيسبوك تاع شغل يوتيوب بصح ماشي يوتيوب هي شغل يوتيوب تقدر تروح تنشر فيها لي فيديو وكذا والناس كي يشوفوا يخلصوا ويشوفوا لي فيديو تاعك ماشي كيما اليوتيوب تدخل تشوف باطل فهمتوا اللي يحب يعاون زعما تما زعما يبعث لك دراهم في الكونت وكذا اليه من قبل وانا اعلم اننا ظللنا ناظرين عليه بينما يبلغ المهاجم 30 عاما في اكتوبر لا يزال يقال انه يمتلك عددا من السمات التي تجعله منافسا مثاليا لبقعه مقتدمه في نظامنا لا واسمه واش يقول لك ان زميله في المنتخب الجزائري لبن رحمه ايضا مما قد يساعده على التحرك او الاستقرار في النادي ولكنه يحمل ايضا جواز سفر فرنسيا لذلك اعتقد انه يجب ان يحصل على الموافقه على هذه الخطوة الاهتمام بالعمر فقط يعني هنا يسقسوا على العمر تاعو لقد ارتبطنا بشكل أساسي بالمهاجمين في أوائل أو منتصف العشرينيات من العمر حيث يتطلع ديفيد مويس لبناء فريق للمستقبل إذا وقعنا مع لاعب يبلغ من العمر 29 عاما فهناك فرصة جيدة أنه يحتاج إلى استبدال في غضون بضع سنوات ونعود إلى السباق للتعاقد مع مهاجم آخر يعني نجيبه دكا ومادام كورونا ودراهم ما كانش ومن بعد في المستقبل تسمى باش نبداو نرتبو نبناو الفريق تاعنا نبداو نجيبو مهاجمين صغار لا جدال في حيث فيها يعني في اندي ديلور حيث سجلت 19 هدفا و10 تمريرات حاسمه في 34 مباراه في جميع المسابقات الموسم الماضي وهو ما يقارب من هدف المشاركه في كل مباراه على ارتفاع 5 او اقدام او 10 بوصات قد لا يكون اطول مهاجمين لكنه قفز عليه وهو نموذج بدني يمكنه تجاهل المدافعين اشتراك زملائه في اللعبه كما ان حركته داخل منطقة الجزاء مدهشة للغاية مما جعله يسجل أهدافا من أجمل المتعة في مختلف المسابقات الفرنسية صح ماركي أهداف هائلة إذا لم نتمكن من التوقيع مع شخص أصغر سنا في النطاق السعري لدينا لحد الآن فلن يكون التوقيع على مهاجم مونبولي أسوأ شيء في العالم يعني نورمال صغير في واسمه وتانيك هذه هامرز نيوز تانيك هضر تانيك عليه نفس الشيء وقلت لكم الموقع هذاك هو اللي نشر الخبر اسك صحيح الخبر العلم عند الله هذا واش نقدر نقول لكم خاوتي ما طوش عليكم ونقول لكم ليله سعيده تصبحوا بخير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته سلام